المأساة ديال الصور اللي طاحوا على التلميذات في الطاوس كيبقى في إذهاننا دائما وأبدا. وحنا ما خصنا يكون عندنا واحد الفكر استباقي قبل ما توقع الواقعة، خصنا المسائل ما نخليوش الأمور تكون تقع قبل ما تقع، ما نخليوهاش تقع. الله يجازيكم بخير، هذا نداء للمسؤولين، كنقول لهم، كنقولوا بالخصوص المندوبية ديال وزارة الصحة، وكنقولوا لوزير الصحة الله يجازيك بخير. هذا راه ما مستوصف، ما مركز صحي، ما والو، فيه إطار واحد تنعدم فيه شروط التطبيب. الله يجازيك بخير، راه ما فيش ادنى مقومات ديال التطبيب، ما فيش الوسائل الكافيه، ما فيه والو، بالاحرى ان الجماعه حداه. جانا طبيب الدهر رئيس الجامعه الزريقات، هذا عيب وعار ان مركز ما يكونش فيه طبيب وما تكونش فيه مولدات. الله يجازيكم بخير وزير الصحه، شوف بعين الرحمه في هاد الناس. راه كي تقيس الانسان من هنا عقرب كرفدوه لوفوس، من نوفوس كيصيفطونا للرشيديه. الله يجازيك بخير، شوف لنا بعين الرحمه. راه هادو ناس، واش هادو ماشي، واش هادو مواطنين ماشي من الدرجه الثانيه؟ هادو راه مواطنين اكفاء بكل ما تحمل العبارة من معنى، مواطنين أكفاء يعتمدون على أنفسهم وعلى سواعدهم. الله يجازيك بخير وزير الصحة، شوف بعين الرحمة في هاد الناس، شوف بعين الرحمة في هاد الناس. واش والناس راها ساقرة؟ الله يجازيكم بخير لما تشوفوا بعين الرحمة. راه ها جوج حفرات كنشوفوهم ونتذكروا المأساة ديال الريان، الابن ديالنا، ديال الريان اللي حرق المغاربة بل حرق العالم كله. الناس راهم معطلين، ها المجازين، ها لي ماستر، ها الدكتورات، الناس يخدموا، راه الناس بغات تخدم. راه عيب وعار ان هاد الشيء يبقى، راه عيب وعار. ها مركز صحي ومحسوبة علينا مركز صحي، ولا مركز صحي إطار واحد فيه، مرة يكون مرة ما يكونش، مرة ساحي مرة ما ساحيش، عيب وعار. عيب وعار. اعطيونا ممرضات، اعطيونا لي ساجفار، اعطيونا المولدات، اعطيونا يا سيدي الناس اللي تخدم. الناس البلاد راه كيضرب الانسان عقرب فلو حداد الليل، ما عندوش الوسائل باش يديها الرشيديه، كتضرب الانسان لفعة ما عندوش الوسائل باش يديها. راه عيب وعار. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. وهالجماعه حدانا تطل علينا. عيب وعار، هذا عيب وعار. اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. نستغيث بك يا مغيث، أغيثنا، نستغيث بك يا مغيث، أغيثنا. الله يهديكم المسؤولين اللي في شي حاجة يخدم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.